ان لازم اعرف البند بتاعه بكام في مصر او في السعوديه. فانا عرفت ان هو 40 زائد 15 يعني 45 زائد لسه هنقول بقى مراحل ايه التعريب التسعير بعد كده لسه في مراحل ثانيه للتسعير. انت عندك الشنط 60% شنط شنط بتوصل بعد الحين 60% شنط مدارس شنط وسفر وشنط سفر عامه بند عالي اعلى بند تقريبا حاليا تقريبا في رينج 60% ده في مصر او في السعوديه في مصر احنا البلد احنا في السعوديه 5.5 بس على طول معظمه 5.5 فاذا الاتش اس كود دايما برضو الاتش اس كود بيذكر في شهاده المنشا يعني ايه يعرض واردات يعرض احنا قلنا احنا انا عندي نوعين من العرض في عرض ظاهري وعرض خاص عرض معملي في الجمارك انا دلوقتي جايب كونتينر اقلام فالقلم ده هو عايز يتاكد من جوده القلم فهو الجمارك عندها نظام يقول لك القلم ده مش محتاج اعمل عليه عرض واردات هو القلم خلاص قلم كويس وحش لاصحابه لكن انا جايب حاجه هتمثل جلد هتحط على البشره هتضر جايب تيل الفرامل تيل الفرامل ده لو تخيل لو لاسف واحد ما عندوش ضمير وجاب تيل فرامل مش كويس هيموت ناس فاذا واجب الجمارك بتاعه البلد انها تاخد عينه منه وتسحبه وتعينه وتشوفه مطابق للمواصفات القياسيه اللي موجوده عند الجمارك خد وزاره التجاره عشان تشوف اي مطابق للسيفتي ان ده لما يتحط في عربيه هيبقى كويس ولا لا حتى لو عرض عليه نفس المنتج قريب فتره قريبه يعني لا ملوش علاقه ملوش فيه مش الشكل واحد لكن الشكل واحد الماتيريال مختلفه انت ممكن اول مره ظبطته ثاني مره تضربه برضه تروح تموت ناس لا فدي شهاده المنشا طبعا شهاده المنشا عشان نكون فاهمين بتتعامل تختلف المعامله هنا بقى عن الاستيراد الشخصي عن الخاص عن التجاري عن الصناعي الشخصي ما بيحتاجش شهاده منشا اصلا انا مش محتاج منك شهاده منشا عايزه في البيت عندك انا حاجه في البيت حاجه خاصه ببيتي انا حر بقى اجيب انا اقول لك انا مش هجيب منشا ان شاء الله تجيبه منين تجيبه من هنا ما بيحتاجش شهاده منشا دي نقطه مهمه جدا سواء الشخصي رايح اجي افرش بيتي هجيب شويه اساس على شويه ديكوريشن على شويه ستاير على شويه مش عارف ايه ارجع عم يمشي عشان انك هتتعامل الخاص الخاص انا ما اعرفش بقى الخاص انا اعتقد هيحتاج شهاده منشا اعتقد هيحتاج خاص اللي هو في مكنه انا برضه يعني واحد معاه مثلا فندق هيفرشه مثلا بالظبط كده هجيب مصنع وهجهز التجهيزات للمصنع بتاعي وهكذا التجاري طبعا هنا الاهم بقى التجاري هو الريسيل انا استيراد هجي هشتري وابيع ده لابد لمصر خاصه لمصر لابد ان المنشا توثق من السفاره المصريه في بلد المنشا ده كل التوالي بتتعلق فيها السفاره المصريه مفيش نقاش في اي شحنه تجاريه استيراد لابد المنشا توثق من غرفه من السفاره طبعا هي اصلا بتصدر من غرفه تجاريه ويتم التصديق عليها من السفاره المصريه في بلد الايه المنشا سواء في امريكا نيويورك ولا واشنطن ولا هنا في الصين في بكين عندنا السفاره في بكين او بيجين العاصمه وعندنا في شنغهاي وعندنا في هونغ كونغ ماشي الصناعي ساعات يحتاج منشا على حسب هل استثمار هل قانون 8 هل حاجه ثانيه ساعات يقول لك برضه هنا مين المستخلص قلت له يا باشا انا مش عايز منشا اصلا وبعض الاحيان بيحتاج منشا بس مش موثق مش محتاج توثيق المنشا كمصنع ساعات لما محتاج منشا كمستلزمات انتاج طبعا ما بيحتاجش توثيق شهاده يعني التجاري عايز معلش التجاري نو واي شهاده المنشا لازم تتوثق في الغرفه التجاريه أي في السفاره ايوه هي كده كده اصلا عشان مصر هي كده كده عشان تطلع المنشا لازم تاخد خيط من غرفه تجاريه اجباري اجباري في السعودية مثلا السعودية ما بيحتاجش توثيق سفارة ده الأصول يعني مصر لازم توثيق سفارة احنا مصر بنتفرد بهذا الأمر طبعا هنا عايز أقف عند الحتة دي بقى كنا احنا قلنا قبل كده لو تفتكروا معلش عايز أقول حاجة توثيق السفارة إيه بيعمل إيه يعني بيدي إيه بالظبط خدمة بيدي خدمة على لا أنا فاهم يعني بيساعد على عشان ياخد فلوس معايا رسوم